يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى. بسطت رزقنا وكبدت عدونا وخذلت عدونا ونصرت جندنا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا، ولك الحمد كثيرا كما تجزل كثيرا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب المساكين وحب عمل يقربنا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم تول أمرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم قض عنا الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وآمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.